يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. أما ليلا فيسود طقس معتدل في أول ليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيانا بدرجة الحرارة المتوقعة على معظم محافظات ومدن الجمهورية، البداية من القاهرة في درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22، والجو فيها حار في الإسكندرية 29 21، في مطروح 27 20، في بورسعيد 30 23، في الإسماعيلية 31 20. أما في محافظة السويس درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22، في العريش 29 19، في طابة 30 23، في شرم الشيخ 35 25، في الغردقة 35 24. في محافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21، في أسوان 39 24، وفي الوادي الجديد 38 23، في حلايب 30 24، وأخيرا في شلاتين 33 25. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.